ما هي شروط الإمامة ومن هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم وهل من صلى خلفهم يعيد صلاته أم لا؟ من أهم شروط الإمامة العدالة، أن يكون عادلا في دينه غير فاسق، ومن شروطها أن يجيد القراءة المشروعة في الصلاة، يجيد قراءة الفاتحة بحيث لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. وكذلك من شروط الإمامة أيضا أن يكون يعرف فقه صلاته وما يعرض له وما يحتاج إليه من معرفة أحكام الصلاة وأحكام السهو في الصلاة وغير ذلك. هذه من شروط الإمامة أو من أهمها، أن يكون عدلا في دينه، أن يكون مجيدا للقراءة المطلوبة في الصلاة، أن يكون فقيها في أمور صلاته. والذين لا تجوز الصلاة خلفهم هم الذين لا تتوفر فيهم شروط الإمامة، كإمامة الفاسق وإمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هؤلاء لا تجوز إمامتهم إلا بمثلهم. نعم. بقية السؤال يقول هل من صلى خلفهم يعيد صلاته؟ نعم، إذا صلى من يجيد قراءة الفاتحة خلف الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يعيد الصلاة. وكذلك إذا صلى خلف فاسق عند كثير من أهل العلم أيضا يعيد الصلاة، إلا إذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة، إذا كان يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة وفتنة فإنه يصلي خلفه، أما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة إنه لا يصلي خلفه.